ولو تأملنا يا أحبتي في الفترة الأخيرة في دولتنا الغالية، أتت قرارات من ولي الأمر كانت هي نوعا ما عند بعض الناس قد يعارضها. أول القرارات التي صدرت وكانت في مصلحة الشعب قمع الإخوان المسلمين في الدولة، وهم في الظاهر هؤلاء الإخوان كانوا يتظاهرون أمام الناس أنهم إصلاح وجمعية إصلاح وأنهم دعاة الإصلاح، وهم في الحقيقة في مجالسهم السرية وخنادقهم أصحاب ثورات وتهيج على الدولة وفتنة وقلب للحقائق. فكان قمع ولاة أمرنا للإخوان المسلمين حسنة من أعظم الحسنات التي يجب علينا الدعاء لهم وشكرهم على فعلها، لأن هذا أو قمع الإخوان المسلمين يعني سد منبع فتن عظيم في الدول، وهم سبب سقوط كثير من الدول. هذا أمر. أيضا من القرارات التي أتت من ولاة أمرنا الذي هي محاربة حتى الإخوان المسلمين وأصحاب الفتن خارج الدولة، فأتى أهل السنة والمحبون للدولة ووقفوا مع ولي الأمر وأتوا أصحاب الفتن وشوهوا الصورة، فقالوا يقتلون أهل الإسلام، ولاة الأمر في دولة الإمارات يقتلون أهل الإسلام، وهذا تصور خاطئ، فإن مقاتلة الخوارج وقتلهم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، قال لئن أدركتهم أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، أهل شر أهل فتنة. فالمنطلق الذين ينطلقون منه ولي أمرنا ولاة أمرنا في محاربتهم منطلق شرعي ومنطلق سياسي صحيح. من القرارات التي أتت أيضا أن دولتنا بقيادتنا حاربت الدعم الدولي للإرهاب ووقفت أمام بعض الدول التي تدعم الإرهاب، فهذا الوقوف ضد الدعم الإرهابي حسنة من الحسنات التي يجب علينا أن نذكرها ونشكرها، ويجب علينا أن نعرف قدر هذه القيمة. فالدعم الإرهابي من بعض الدول كان المقصد منه إسقاط مثل هذه الدول، لأنهم كانت الخطة عندهم أنهم ينتهون من بعد سوريا، ينتهون من مصر، بعد مصر ينتقلون إلى الخليج. فمن الذي وقف بعد فضل الله سبحانه وتعالى ومنع هذا السيد العارف من الفكر الإخواني الثوري؟ ولا تأمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى.